according to the Committee Against Torture, and I'm quoting them here, something very bad is happening in Israel's prison. End quote. يعني لا يكاد العقل يصدق ما يحدث في قطاع غزة. العقل البشري لا يحتمل هذه الفظائع. الفلسطيني يستحق أن يعيش بكرامة، يستحق أن يعيش بإنسانية. In 2023, there were precisely 3,291 Palestinians from West Bank and Jerusalem held under administrative detention, which means no charge, no trial, and detention based on secret information, all of which are violations of due process guarantees under international law. Today, the total number of prisoners by the beginning of the year is estimated to be around 8,600. Hod Hasharon is a women's detention center. It's where Palestinian women get full strip searches that many say are conducted in a very humiliating and degrading manner. Many women imprisoned in that detention center also reported no proper bed covering and very poor food quality and quantity. Naqab prison is actually the worst prison for Palestinian men. It is basically a desert prison with a big section of it made of tents. There's an Israeli special unit there known to conduct brutal raids to the cells. In 2019, a prisoner died after one of these raids. According to the Committee Against Torture, and I'm quoting them here, something very bad is happening in Israel's prison, end quote. Lawyers have gathered several testimonies of prisoners and sent them to the Attorney General of Israel. And in these testimonies, Palestinian prisoners complain about severe physical violence leading to serious injuries and probably several fatalities, including one in Ketziyat prison. لا نتحدث فقط عن أعداد للمعتقلين، بل ما يمارس بحق هؤلاء المعتقلين منذ اللحظات الأولى للاعتقال. اعتداءات بالضرب المبرح، تنكيل، عقوبات، يعني تحرش، تهديد بالاغتصاب، تعرية بشكل كامل، تصويرهم، انتهاك لخصوصيتهم، يعني بعض الأسرى لديه كسور متعددة، كسر في الجمجمة، في الفك، في الصدر، في الأطراف، في الظهر، العمود الفقري. تخيل انه احد الاسرى فقد بعض الاسرى فقدوا عيونهم نتيجه يعني اطفاء سجاير الجنود الاسرائيليين في عيونهم. بعض الاسرى بترت اذانهم. طبعا عمليات التنكيل كانت يتم من خلال ربط الاسرى بطريقه مهينه جدا وهم عراة، ويتم اجبارهم على وضعيه معينه بالجلوس، ويتم ضربهم بشكل مبرح، ضرب حتى الموت. وهذا الضرب خلف لدينا عدد من الاسرى شهداء داخل سجون الاحتلال نتيجه هذا الضرب. يعني حقيقة أنا وردتني شهادات أنا وصفتها بالأعمال الشيطانية، يعني صدقا لم العقل البشري لا يستوعب ما جرى مع الأسرى من عقوبات 4 أشهر. يعني أنا هذا الوضع بشكل عام. طبعا موضوع الأسيرات لا يقل عن وضع الأسرى حقيقة، يعني تعرضوا لأوضاع قاسية جدا ومزرية ومخجلة في نفس الوقت، وهي وصمة عار على جبين الإنسانية وعلى جبين كل المؤسسات التي تدعي الإنسانية والتي تتحدث عن حقوق الإنسان وحقوق الأسرى بشكل عام. لماذا تسمون أنفسكم مؤسسات حقوقية ومؤسسات إنسانية؟ هذه المؤسسات هي وصمة عار على جبين الإنسانية جميعها إذا لم يتحركوا لينقذوا الأسرى الفلسطينيين وينقذوا الإنسان الفلسطيني. يعني لا يكاد العقل يصدق ما يحدث في قطاع غزة. العقل البشري لا يحتمل هذه الفظائع. الفلسطيني يستحق أن يعيش بكرامة، يستحق أن يعيش بإنسانية. الفلسطيني بذل ما في وسعه من أجل أن يحيا. نحن نحب الحياة، لا يوجد فلسطيني واحد يكره الحياة. نحن نحب الحياة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، نحبها، نعشق أبنائنا، نحب بيوتنا، نتمسك بأرضنا. لا نحب أن نموت، ولا نحب أن نقتل، ولا نحب أن نعذب، ولكن هذا الواقع فرض علينا.